خالو، من زمان اريد اقول لك فشي بس انا ساكت. انت ليش تسمع كلام مهيدي؟ ترى انت اقوى منه بهواي بهواي، اقوى منه، وانت الوحيد اللي تستحق تكون بمكانه. شو الشغل عليك والتعب عليك، هو ياخذ على الجاهز. يصير هيك خالو؟ جابر، اريدك تعرف شغله واحده، خالك علاء مو غشيم، انا اعرف كل شيء، وقلت لك قبل أنا مهيدي أعرفه من عيونه شي يريد، وأعرف بعد شهر إيش راح يسوي. هذا لعب، وأنا وياه واحد ده يلعب ويا الثاني، وانت عليك الصافي. بعدين تفتهم إيش راح يصير، بعدين بس ثق خالك وكل شيء شامل. استاذ سعدون، شامل، استاذ سعدون، شامل، شامل، استاذ سعدون.
استاذ سعدون. اخويا تفضل. رايشي استاذ سعدون شامل موجودين؟ والله ما صار يومين معزين المكتب، بس اذا محتاجه خابر على التليفون. جاي خابر عليهم، ما جاي يحصلهم. الغايب عذره وياه، بس اذا تي توصل له شيء قول له انا قلت له. تقول لهم محمود ابو السياره المبيوقه ما جاي يحصلهم، خلي خابرونا ضروري. زين زين حبيبي. تفضل شربت شاي قهوه؟ لا شاي ولا قهوه، هاي الرساله توصلها لهم. تدلل حبيبي. استاذ السمكه طلعت من المي وعينها حمرة. الو استحق صيدها. صار استاذ تمر امر. تعال خالي، تعال تعال جانب، تعال أبويا. ليش جابينا خالو؟ نسوي عيد ميلاد. تعال 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 خالو، تعال تعال يا حبيبي. تعال ايش بيك خايف؟ ليش خالد؟ اوكي افتح هذا البرميل. يلا ايش بيك؟ ليش خايف؟ مو هذا ايش بيك؟ تيهت؟ صار عندك عمى الوان؟ هذا هذا؟ اي هذا شنو؟ ما ادري شنو هذا خالو. ما تدري؟ لك تخونني اني؟ شاهد على روحك جبان. ليش خالو ذا؟ شاهد على روحك. حبيبتي ما يخالف ابكي ابكي ارتاحي طلعي كل اللي بقلبك، انا هذا اللي اريده. ما اريده يا وهيبه، ما اريده. قولي لها خد روح، الله يخليك قولي لها خد روح. ما اريده، مستحيل اقدر اتقبلها، مستحيل. حبيبتي وصال، انا اريدك تبكين ترتاحين، بس لازم تفكرين بعقلك. قلبي وقع، والله قلبي وقع من بواعت بعيونها. حسيت هالشي ما يشبهني. تدرين وهيبه، انا حسيتها عبالها اني شي مالتها وجهدت تخليه بجنطة سفرها وتروح. مستحيل هاي تكون ما اريدها، الله يخليك. ما علي وصال حبيبتي، انت كبيره وواعيه ولازم تفكرين بعقلك. ما يخالف انطي فرصه اقلها نسوي تحليل دي ان اي، ايش خسرانه حتى ما تندمين. وهيبه حتى لو وهيبه حتى لو سويت تحليل دي ان اي، مستحيل تكون أمي، مستحيل. أنا عمري ما حسيت إحساس الأم من بيبي وهيبة، حب وحنان وحضن دافي. تدرين وهيبة، أنا هاي ما قدرت أحضنها ولا قدرت أشمها ولا قدرت أحس بحنانها لأن ما أعرفها. بس باع علي، أنا أريد تركزين وياي. راح تمر الأيام وتمر الأشهر وتمر السنوات، إذا ما تستغلين هاي الفرصة وتطلعين اللي بقلبك وتعرفين الحقيقة ما رح ترتاحين، والله رح يجي يوم تتندمين. بس اسمعي كلامي. لا لا، أنا قراري نهائي. بعدين حتى لو تحليل الدي ان اي طلع صح وهي طلعت أمي، وين الأمومة بالموضوع؟ وينك أم تعوف بتها بعمر يومين؟ وينك أم تذبتها وتروح؟ يعني هو هذا الشي طبيعي؟
لا أنا ما عندي بأم ما عندي، بس بيبي وهيبة، بس بيبي وهيبة. قولي لا قد روح، خلت حياتي كابوس، ما أريدها ما أريدها. أنا ما عندي أم بس بيبي وهيبة، ما أريدها هي تكون أمي. خالو خالو تتكتني هالمرة، طلقة جتي فوق راسك ثاني مرة بين عيونك جابر. خالو خالو تشك بيه؟ ولك انت المسؤول عن الشغل هنا وتهريب البضاعة هنا، انت مسؤول عليها. وورما مات فلاح ابن خالتك، ما حد يتجرأ يبوق منا ذرة من الكريستال غيرك. خالو بس أنا جابر، صار لي سنين وياك، أنا ذراعك اليمنى، وش تقول لي سوي أسوي بلا ما أفكر؟ هيك تخوني خالو؟ لاك جابر، لا تقلبها علي عواطف وبكي، وخاف عبالك أنا نايم وغافل وما أعرف شي. أنا هنا أعرف الصغيرة والكبيرة وأعرف كل شيء. لا خالو ما تعرفه. شن ذنب فلاح ابن خالتي من قتلته لأن أخذ شوية كريستال؟ وهذا العامل الأخ اللي أخذ له قطعة واحدة ونهم البراميل، تري ليش خالو؟ محتاجين، محتاجين، ويخافون يحجون، يخافون من ظلمكم، يخافون من قسوتكم. وهاي الزلم اليومية تموت على مودك وعلى مود مهيدي، رواتبهم 1000 دينار ما مزيديها. خالو كاف الظلمون بالعالم. اسمع، قلت لك هاي العواطف ما أريدها ما أحبها. أنا خالك، أنا المعلم الأول إلك، وهذا درس دا علمك إياه، درس جديد، افتهمت؟ تريد تاخذ شيء قل لي، تريد تبوك قل لي، على المود أحميك. لك أنا ظهرك، أنا علاء، افتهمت؟ لو ما افتهمت آسف خالو، آسف. إحصائيات المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، هاي شنو؟ ليش بده يفتح؟ أنا هسه ما متفرغ لك، خابرني فدي يومين. أستاذ هاي فرصة ونقدر نجيبها اليوم. الولد قاعد يدور على عنوان بيتي، وإحنا راصدين حركته، خلينا نشيله قبل لا يطفر. أقول لك مو هذا اللي خذ التاكسي وما دفع قسطها؟ هو بشحمة ولحمة، بعده هرفي، بضاعة عالمية صدقني. اليوم لن عن والدي، وهسه راح أدز لك جابر. تمام، وأنا بالانتظار. عليكم عيني. عليكم السلام. خويا ممكن سؤال راح من والديك؟ تفضل. شنو رايد؟ اكو واحد ساكن هنا اسمه شامل، يشتغل بمكتب الامن للسيارات، وي واحد اسمه سعدون، ما تعرفه سامع بيه؟ شامل؟ لا والله ما اعرفه. هاي المنطقة بيها شامل واحد وما اعتقد يفيدك، ابن اخت الزغير وعمره 2. اوه داري بيها حال وانت تحكي وياه، ايش راح من والديك؟
الو هلا حبيبتي اسراء. اسفه دكتور على الاتصال المتاخر، بس اكو شيء لازم تشوفي. شكو خير صاير؟ اكو حساب على الفيسبوك باسم مستعار منزل صور لحضرتك، مبين انه حسابك مخترق دكتوره، والصور مسحوبه منك عن طريق هاكر، وحسابك اصلا مختفي ماكو. شنو؟ شنو هاكر؟ يا منشور يا صور، مدى افتهمك. هسه راح ادزلك الحساب وشوفي بنفسك. ماشي، يلا دزي بسرعه بسرعه دزي. يا ربي، مدى ينفتح الحساب؟ الايباد. لا يا ربي، مسوي تسجيل خروج، يا ربي شو اسوي؟ استاذ محمود. العفو، منو حضرتك؟ منين تعرف اسمي؟ شلون ما اعرفك؟ انت مو اللي بقيت سياره استاذ سعد ولا لا؟ انا ما بقيته. بعدين منو انت حتى تحكي وياي هيك؟ بلا حكي زايد. لا تجي تشوف سعد وانت على وياي. انت منو؟ الظاهر حكي ما يفيد وياك. جيبوه سعد. سعد عفوني زملاء جبان. لك عفو، لا تضرب، لا تضرب انت باش، لا تضرب، يضرب فيك. أني أصلاً دا أحاول أدخل على الحساب، مسوي تسجيل خروج فوق هذا مغير الباسورد. دكتورة، أكيد الهكر مغير الباسورد، إحنا لازم نتصرف بسرعة. يقولي لي شو أسوي؟ وفوق هذا أنت مو تقولين إنه منزل صورة والتعليقات عليها مو زينة. دكتورة، أنا كتبت تعليقات للمتابعين وطلبت منهم يبلغون على الصفحة، بس الهكر قاعد يحذف لي التعليقات. يا ربي شو أسوي هسه؟ المشكلة أني ما أقدر أشوف الصورة لأنه مسوي لي تسجيل خروج، قولي لي شو أسوي؟ لازم تشوفين واحد يفتهم بالشبكات والمواقع يساعدنا، نرجع الحساب ونكشف الهكر، بس لازم يكون كل شيء يفتهم بهذا الموضوع. أيوه، منين أجيبه؟ دقيقة، أكو رقم ديدق علي إسراء، يمكن هو. ردي ردي دكتورة، يمكن هذا الهكر وسجل المكالمة خليه يحكي شي يريد. تمام تمام، هسه راح أسجلها، يلا روحي روحي، باي باي. ألو منو؟ ها دكتورة رهيبة، معقولة ما عرفتيني؟ يعني صحيح أنت مشهورة وفيموس وكل الناس تعرفك، بس أنا أكثر شهرة منك. إيه، وأنت شو تريد من عندي؟ ليش هكرت حسابي؟ شو مسويت لك؟ نفس اللهجة الجادة واليابسة اللي تطلعين تحجين بيها باللقاءات التلفزيونية. يعني دكتورة بي فاني، ما تحبين الفرح؟ إيش مستعجلة؟ اسمع، ترى أنا ما عندي وقت لهذا الحكي، يا ترجع حسابي يا راح أبلغ عنك. ما يصير دكتورة، وحتى إذا بلغتي مارك زاكربرغ بنفسه أما أحد راح يقدر لي، أنا ما حد يقدر لي، صدقيني دكتورة. أنا ما راح أسمعك أكثر من هيك، قل لي شنو طلباتك وإلا راح أسد الخط. عم مغلق، شلون ضل؟ ربي روحتي بيدك، وانت تدري هذا وحيدي، ربي اوقف له اولاد الحلال بطريقي ولا تشعب قلبي بي. عفوا انتم منو؟ شبلك؟ عفوا انتم كلاب؟ ما جايبين هنا؟ اوفو، هاي على مود تتأدب وما تبوك سيارات العالم. انا ما بايك سيارات العالم، العالم باقى سيارتي وسعدون هو الحرامي. لك هذا الحكي يفيدك، تدفع تدفع، ما تدفع احنا ندفعك. انتو عصابة، انتو حرامية قتلة، انتو مجرمين. لك راح تطب جوا وباكر الصبح راح تيجي تبوس القنادر. فوتوا جوا، الا قلب عليكم الدنيا. هذا المحجر عفونا، عفوني، الا قلب عليكم الدنيا. امشي سلام، انتو حرامية قتلة، قتلتو، انتو عصابة.
حبيبي محمود، وين صرت؟ ليش تأخرت هيك؟ انت منو؟ أنا وصال عروستك. حلو فستان العرس عليه؟ بس أنا عروس لابسة أبيض وأنت هذا فستانك أسود. محمود محمود تعال، محمود تعال، محمود لا تعرفني وحدي. محمود محمود كابوس وهيبة، ما أريدها وهيبة، ما أريدها، ما أريدها. تريد تأخذ محمود مني؟ تمام تمام تمام. كابوس كابوس حبيبتي لا تخافي، اسم الله حياتي جاية موجودة. ما أريدها وهيبة، ما أريدها. صرت أنا من عشاق عبد الحليم وأم كلثوم وناظم الغزالي وياس خضر، ذولا هم عمالقة الطرب الأصيل، وأنا ما أعرف أشتغل إذا ما أسمع واحد من عندهم. وشباب هالوقت يسمعون هذا الأجنبي والأغاني مال الدق والرقص. ممكن توصلني على العنوان وأنت ساكت؟ ساكت ساكت، وأنا أعتذر منك. كل واحد من عندنا سيد قاعد ورا الاستيرن من الصبح لليل، نحكي شويه ويلعب ريح حتى ننفح عن نفسنا. شنو يعني الحكي مالنا حرام علينا؟ شنو ما شاء الله ده ترش الزرع؟ شو اسوي من الملل غير؟ حتى الموبايل مالي حرموني منه. ابد وعيونك بعد ما تنحرم من كل شيء. ايش تقصد؟ اليوم المحامي بالمحكمه استاذ رتب القضيه وفند ادعاءات مفيد كلها. واطلع؟ دعم استاذ ان شاء الله تطلع. الله هاي تاليها، يعني انا بهذا العمر ادخل محاكم؟ وش ماله انا وابني؟ واحد يرفع دعوه على الثاني يصير؟ يلا الله كريم الله كريم. لا تدير بال استاذ، راح تطلع وترجع الامور مثل ما كانت واحسن. وعيونك انا هسه ابشرك ان شاء الله يصدر القرار الصالح لو تطلع. شو اريد انا؟ كل شيء ما اريد، انا كل اللي اريد اطلع. ابني سلمت بيد رب العالمين. ونعم بالله استاذ، اسعوفني استاذ، اروح ارتب الموضوع ويا المحامي، اروح للمكتب ماله وارتب لك الامور. اوكي ماشي. اسمح لي استاذ. مين موجود؟ لا ما موجود حميم. منو انت؟ شو تريدون من عنده؟ انت بس قولي له رعد وما لك علاقه. عفوا تجاوب. رعد؟ انت بعدك عايش؟ ايش بدك تبكي مثل نسوان لك؟ طبعا عايش. الغليون محرك حمادي. لك؟ تمشي ويانا وكلمه واحده ما تحكي. عايش بيك رعد؟ عايش بيك يا معود؟ امشي لك ولا منو؟ ابنك يريد يتزوج وصال ويجيبها تعيش وياهنا؟ يعني ام وصال بنتك وابني واحد يحب الثاني،
وهم طلاب كليه وباكر عقبه يتخرجون ويشتغلون ياجرون البيت اللي هم يعجبهم. يعني صح احنا ناس فقره بس كرامتنا غاليه. كرامه؟ شو هذا المصطلح وايد اسمع من العالم هنا. حبيبتي الكرامه ما توكل خبز. شنو انتم عبالكم بنات الناس لعبه بديكم؟ فعلا وصال مثل ما قالت انت لو امها الوصال صدق كان وقفتي لجانبها بس هي هنزينة تبرت منك. من الاخير ايش قد تردين انت وابنك حتى تعوفوا هالوصال؟ احنا ما ننشرها بفلوس الدنيا كلها. وتفضلي طلعي من بيتي. بيت؟ انت معتبرته هذا بيت؟ هذا بيت مال دجاج. انتوا فعلا ما تستحون. شبيت عليك يا روحتي؟ سيادة الرائد أنا شفتهم يضربون الولد بعدين خلوه بالسيارة. أعتقد هاي حالة اختطاف. زين عمو ما قدرت تتعرف على واحد من عندهم؟ ملامحهم، رقم السيارة مالتهم؟ والله الحقيقة كانت المسافة بعيدة ما قدرت تشوف زين، بس أنا عندي كاميرات بالمحل سجلت الحالة وجبت لكم فلاش قد يكون يفيدكم. جدا اشكرك. ولازم فراس تشيك لهذه الفلاش، ممكن حصل من عنده شيء. حالا سيدي. تؤمرني بشيء بعد؟ جدا ممنونين من حضرتك. تسمح لي؟ اكيد، بس احتاج من عندك شغله واحده. تخلي موبايلك مفتوح، ممكن احتاجك. جوز تتعرف لي على واحد بيهم. انا حاضر. يلا. حياك الله عمو. بعد الاطلاع على اوراق الدعوه المقامه امامنا، تبين لدينا أن بدر هلال الغافل غير مذنب، وبعد التأكد من الفحص الطبي على والدك تبين أنه ليس بحاجة لرعاية ولا وصية من أحد. سيادة القاضي، احنا قدمنا كل الأدلة المطلوبة وبعدين هو تهجم على المحامي اللي دزت المحكمة. هاي قضية ثانية، واحنا وافقنا على حجة الوصايا لحين إكمال التحقيق الأصولي. سيادة القاضي، أنا موافق على كل اللي تشوفه. المشكلة أن والدك رافع عليك دعوة سوء إدارة أملاكه وشركاته، لذا قررت المحكمة رد الدعوة المقامة من قبل مفيد بدر وإبطال حجة الوصايا المقامة من قبل مفيد على أبيه. بابا خليني أشرح لك. مفيد هاي ردته مشاكل وطلايب ومحاكم. ارتاحين انت ليش تظلموني؟ خلوني اشرح له. ما يريد تشرح له ولا يريد تحكي وياه. انت روح الله وياك يا عيني، وانا ارتب لك حصتك من ورث امك. امشي تفاضل استاذ. يا اخي كل الناس اللي نعرفهم مشاكلهم غرقتهم، حتى هذا محمود صديقنا بابو بمشكله وبالقوه نريد نحل اللي هي ما نعرف شو نسوي. الله كريم. والله يا شاب يعني انا مقصر بصراحه، المفروض كان همينا اطلع وياكم وندور عليه، بس شوفت عينك هاي امي وما جاي تحكي. زعامه صدق كذب، شلون ايش تحكي؟ اصلا انا اللي مقصر وياك. بس هسه احنا فكرنا انا والولد راح نلم لك فلوس وان شاء الله تدبر. عافيه عليك شاب، عجبتني قدرت تعبر موضوع محمود وصال، وانا همين راح اقدر اساعدكم يعني باللي اقدر عليه. زعامة تراني يعني طولت كل شيء هواية الله وصلت لهاي المرحلة، ومو سهلة علي كانت أبد. بعدين أنا صفنت لها صراحة، شفت الحياة ما تسوى إذا ضيعها بين وصال ومحمود، ومهما يكون لبنية بمنطقتي يعني ما يصير. بس المشكلة مو هنا، المشكلة بأبو شهاب. شبيه؟ يا معود هذا من عرف أمها جاية من استراليا يريد يخطب لي إياها. يا أخي أبوك يعني رغم كل هاي سوالفة بس أنا أبقى أحبه. دمرني، تعبني. يلا ما يخالف. مو طلعت أم وصال الحقيقية عايشة؟ وحسب ما قال لي عبود يقول طلعت زنقينة وعايشة باستراليا. خطية وصال، الله يعوضها إن شاء الله بالسنين الجاية وتعيش حياة زينة. يقول عبود عتها كلش هواية فلوس وعتها أملاك باستراليا. نسمو حبيبتي أنا كلش خايفة. روحي
قفليها للباب زين وديري بالك شو تفتحيها لحد. هاي شبيش حبيبتي على كيفش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الباب مسدودة وكل احنا وياك يا عمري، ليش الخوف يا عيني؟ ستار وين؟ ستار من رجعتي للبيت هو خطية ما طلع، هسه راح هو وشهوبي شوية يغيرون جو ويرجع. يلا يا روحي صيري زينة حبيبة، يا معودة شلعتي قلبي بالمرض مالتك هذا. هاتش يا عيني، هاتش حبيبتي، بالشفا إن شاء الله. العافية. أشكرك. يلا يا عمري صيري زينة حتى نقعد أنا وياك بالمحال ونسولف ونقشف. أول مرة بحياتي أحس نفسي ضعيف، يعني أمي تنخطف وترجع وأنا كل شيء ما أقدر أسوي. زعامة تريد الصدق؟ أنا بديت أصدق بكلام أبوي وقمت أربط من كان يحكي عن الثارات وعن المشاكل اللي كان تصير القديمة والعائلة المطيرشي، وبصراحة إحنا لازم نستخف بالموضوع، لازم نبدي نتحرك. ومنو قال لك أنا سكتت؟ أنا رحت للوكر مال حمادي ما لقيت غير بس الحارس وكان اكو واحد سوري مخطوف. لا بشرفه غير تقول لي حتى نقول العمران. يا معود يا عمران هاش بيك؟ هذا ما يطلع من ورا شيء. شاب انا متعلم اخذ حقي بذراعي. اعرف بس ها جريمه خطف، يعني لازم نبلغ الشرطه على الاقل. لا تخاف، انا هذا الحارس خبسته والسوري هربته من هناك، وهذا حسيب المطيرشي قافل القهوه ومختفي هو وخاله، ما لهم اثر. زعامه لنفترض هم اللي خطفوا امك، ليش طلعوها؟ وانا هو هذا اللي مخبرني. بس المشكلة امي ما جاي تحكي، ما اعرف شو اسوي. منها دكتورة وهيبة قالت لي يعني لا تلح عليها وصير ايجابي وكذا وقدامها وخليك هادي لحد ما هي تفك. زعامة صعبها تصعب، سهلها تسهل، انا وياك والله كريم. بس تعرف المشكلة وين؟ كان لازم تبلغ الشرطة على هذا السوري، ما يصير هيك تهده، صدق كذب. والله يمكن كلامك صحيح. طبعا لازم ما تعوفه. الو هلا دكتوره، شلون؟ ماشي ماشي، يلا جاي جاي يعني بسرعه. شنو؟ امشي. شنو ايش قلت لك؟ امشي. شنو ايش قلت لك؟ الو ادري عدبته معانا بهذا البيت قراعه خضره لو مو قراعه خضره. سؤال واحد اريد اسال، انتو عائلتي لو عائلة الست زمزم؟ هاي شبيك عبود؟ مو قلت لك زمزم وحتى ما اقدر اعوفها يا عيني. هسه يجي شهوب وستار اعوفهم يمها واجي لك. اذا تريد تاكل الاكل بالثلاجة. لا مو جوعان، مو جوعان، ما اريد الزهر. انتي وابنك سديتوا نفسي على الاكل. يلا في مال لا، في مال لا. شلون حكي هذا؟ هذا رايح منك، هاي رايحه منا، هاي مشلبه بزمزم، طلعت هذا كده. والله انا الو حضرتك عبود الضامن ابو شهاب؟ اي نعم انا عبود الضامن ابو شهاب، تفضلوا. من وياي؟ انا ليلى اللي جيتكم قبل كم يوم المحل مال مخبر ام هالوصال. ذكرتني؟ شلون ما ذكرتك؟ اصلا ريحتك تعط بالمحل مالتنا. عط يا هلا يا هلا بشوفتك، يا هلا بشوفتك ومرحبا، اهلا وسهلا بك. اشكرك كلك ذوق. انا اخذت رقمك وخابرتك بعد ما سالت هوايه ناس عنك. قالوا انه انت رجل شهم وصاحب نخوه وما ترد اللي يجيك بطلب. انا بخدمتك، حاضر تفضلي. لا 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 ما ينفع بالتليفون. ممكن نحدد موعد؟ موعد؟ ليش لا؟ نحدد موعد حبيبتي، قولي لي وين وانا ساعة واكون يمك. تمام رح انطيك العنوان. يا معودة عبود الضامن يعرف بغداد شبر شبر. اهلا وسهلا ومرحبا، في امان الله. قلت لك لا، قلت لك ساعة واكون يمك انا، في امان الله. شنو هالصوت؟ الله شلون صوت ناعم، شلون صوت بيدفو، مو مثل هاي نسيمة صوتها تحس بالك جدورة فافون وواحد ضاربهم بالسطح فرد شلاق واقعات. شو تسوي؟ هاي هي
تنقضي تنقضي. عبود ايش بك تحكي ويا روحك؟ لا هاي ليش رجعتي؟ ليش رجعتي يا حبيبي؟ ليش رجعتي؟ مو شفتي يم زمزم؟ زمزم بالداريج وانت الداريه، ليش رجعتي؟ ليش؟ شهاب وستار رجعوا وبقوا يمها. اي انت اكلت له بعد؟ ما رزق نموت، ما رزق نموت، ما اريد اريد اروح اطلع اطعمي هذا البيت شوي ارفع عن نفسي، اريد اروح شوي ارفع عن نفسي، اريد اطلع. هذا شبيه الرجال يا ستار يا ربي. نورتنا استاذ، شرفت الشركه استاذ، وداعتك انت الحمد لله والشكر يا ربي. صدقني صدقني فشي فرحه كبيره، كل الامور رجعت وحتى الحلال رجع والامور كلها اوكي، مبروك بيك. بارك الله بيك بارك الله بيك. ايش بيك بيك؟ احسك مو فرحان ولا تدير بال، اليوم راح اسهرك سهره من هاي التخبل، شو تقول؟ ما اريد لا سهره ولا تخبل، ما اريد يا سهره، خلي تولي السهره، حقك عمي حقك، اللي صار بيك ما يصير باحد ابد. تروح جيب لي الفايلات لا شوف هذا مفيد شو مسوي شو مخربط. ثواني ثواني بيك هسه اجيك. حرك حرك لك يا ناسي يا علم، والله العظيم ما له علاقه. لصم لك رعد، هاي ايش فيك مو جاي اقول لك ما له علاقه؟ وقلت لك لصم لا تحرك، اتحرك يا رجبو. مشاكل صحيه كلش هوايه ممكن يسببها تعاطي المخدرات، من ضمنها التهاب رئوي حاد، فشل بالجهاز التنفسي، سرطان الرئه، وبنفس الوقت اذا المتعاطي اخذ جرعه كلش اكثر ممكن تسبب له سكته دماغيه او قلبيه تؤدي الى وفاته. دكتوره والله لا خليش تدفعين كل الفلوس اللي خسرتها ما السنه كامله. هذا شنو هذا؟ حتى كاش ما مخلي. مو هو هو يعرف انه الامور راح تنقلب ضده. ابدا هذا مو ادمي، ابدا مو ادمي، ليش ايش يسوي ليش؟ ايش تأمر استاذ شو نسوي؟ كل شيء لا تسوي. خلي اخذ له الفلوس ويوديها، وين ما يوديها؟ ما لازم، كل شيء لا تتصرف. ودعتك بيك، ودعتك بيك، انا راح اتصرف وارجع الامور مثل ما رتبتها جنابك. ايش راح تسوي يعني؟ عوف علي اني اتصرف استاذ. خلنا نشوف ايش راح تصرف. يلا فدول قلبك. لا والله العظيم انا عبد ما اموت، دخيل الله ودخيلك اللي تقتلني. وين وديت الطباخ؟ الطباخ انهزم، اقسم بالله العظيم انهزم. ولك حيوان، حمادي خلاك حارس على الطباخ بالمزرعه، ومن هجمنا اختفيت انت والطباخ، وين راح؟ صح صح، عندك فرصة أخيرة يا أما تلحق بأستاذك. أنا صح كنت حارس على الطباخ، فجأة قمت وواحد ضربني على راسي. واحد؟ من هو هذا الواحد؟ احكي. هذا الواحد هذا كان خاطف حمادي قبل شهرين وشرد يعني انهزم، اسمه ستار. اي ستار.